مساء الخير على كل اللي يشوفونا وعلى كل اللي يشاهدون الحبايب. هسه راح اسوي لكم طحينيه، لان اشوف ينزلون كثير طحينيه يخلطون بيها طحين وما اعرف شنو الطحينيه ما نخلط بيها الطحين. هسه اشوفكم هذا السمسم، هذا السمسم شوية قليته وشوية أبيض عادي. سمسم أول مرة، وورا السمسم تقريبا هنا ينطحن زين، بس على قدامكم عندنا شي طريقة. شوفوا مهرس، ما هذا دهن الزيتون، اي دهن عندكم، بس دهن الزيتون حتى مرات تقدرون تاكلون منه. معلقه كبيره مع الاكل وشويه ملح، شويه ملح لان حتى يتخزن وبس. هذا هو كل شيء ما نحط بيها، يعني قبل فترة شفت. قبل فترة شفت يقولوا خاشوقة سمسم وخاشوقة طحينية، السمسم وطحين. الطحينية، الطحينية ما تنحط بيها طحين، لأن إذا يصير بيها طحين ممكن ما يطول أسبوع يعفن. شوفوا إيش قد ما تطحنوها، شوفوا كل شي ما حطيت بيها، بس خاشوقة مع الأكل، الزيت الزيتون. إذا تريدوها تظل فترة طويلة، لا السمسم لا تحمصوها، بس هيجي تخلوها. شوفوا وريحتها كلش طيبة، أول ما تسوى تقدرون تجربوها على أي شي تريدو. هاي طحينية، لأن من كنا بالموصل رحنا زيارة مرة على مكان عندنا بالموصل البحشيقة يسوون الطحينية. شوفوا هاي الطحينية سويتها، هلا فرغة قدامكم. شوفوا صدقوني جربوها كلش طيبة، أطيب من ما تشتروها.
ومرات اشوف يخلون بيها طحين، هاد ما تنحط بيها طحين، بس سمسم واولف اويل وشويه ملح، بس هذولا، بس هاي الثلاث اشياء، ابد ما تنحط بيها طحين، لان الطحين ما مال فتره طويله، مال يوم يومين تعفن بعدين. السمسم الحقيقي هذا، بس اذا تريدون ما تحنون السمو السمسم، تخلوا شويه زيت وشويه هذا وبعدين تطحنوا سوا. ان شاء الله الكل يجربوها والكل يعجبهم، وبالعافيه.